السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. نناقش فيها اليوم أوضاع المحتجزين في سجون ميليشيا الحوثي، والذين يعني وصلت بعض الحالات مؤخرا إلى الموت في داخل هذه السجون. أربع حالات وفاة تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي أعلن عنهم خلال أسبوع واحد عبر رابطة أمهات المختطفين، ليرتفع عدد من قتلوا بالتعذيب إلى أكثر من 135 حالة. تشابهت أسباب حبسهم وتباينت وسائل قتلهم، لكن القاتل واحد. عشرات قتلوا جراء تعذيب الحوثيين في السجون وبعد الخروج من هذه السجون، وآخرون خرجوا بأمراض مزمنة أو عاهات سترافقهم بقية حياتهم. وإزاء هذه الوحشية تجاه سجناء عزل عاجزين عن كل أشكال المقاومة، يقف المجتمع الدولي متفرجا، ويكتفي الإعلام بتداول الأخبار، وتكتفي الجهات الرسمية بإصدار بيانات الشجب وتصريحات الإدانة أو تقارير تتلى في محافل حقوقية، بينما تواصل الميليشيا التنكيل بالضحايا خلف أسوار الموت في ظل تعتيم وعجز أو لا مبالاة من المنظمات الدولية بحياة الضحايا. في حلقة اليوم نناقش الموقف الحقوقي من ارتفاع حالات الموت تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، وكيف يمكن تفسير التخاذل الحقوقي على المستوى الدولي خصوصا من هذه الجرائم. ولمناقشة ذلك سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية الناشط الحقوقي غالب القديمي، راصد في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. ومن صنعاء سيكون معنا رئيس رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، ومن فيينا سيكون معنا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. أبدأ مع ضيفي السيد غالب القديمي الناشط الحقوقي والراصد في اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. سيد غالب، أسعد الله مساك بكل خير. مساك حياك يا حبيبي، مساك الله بكل خير. نعم تفضل. حياك الله أستاذ غالب. يعني نتحدث اليوم عن قضية المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي، ويعني نحن أيضا بنيت فكرة هذه الحلقة مؤخرا بعد أن أتت الأنباء بأن هناك حالات وفاة مؤخرا في ازدياد بسجون الميليشيا. يعني كيف تنظرون لهذا الملف بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخي نترحم على الإخوة شهداء التعذيب داخل سجون ميليشيات الحوثي، وآخرهم الشهيدين الأخ محمد فتيني المسعودي والشاب عادل عياش محبوب. حقيقة الوفاة تحت التعذيب في ازدياد بالنسبة لمحافظة الحديدة في ظل غياب تام للحكومة الشرعية للأسف، والمنظمات الدولية لا يوجد حتى بيان من وزارة حقوق الإنسان في حكومة الشرعية، لا يوجد حتى بيان إدانة من مفوضية السامية لحقوق الإنسان أو من المنظمات الدولية العاملة في اليمن. للأسف وضع مؤلم جدا حين تفاجأ الأسرة بعد عامين من اعتقال ابنها أو أباها بوفاته داخل معتقلات الحوثي تحت التعذيب. هناك كثير حالات ما زالت مجهولة حتى اللحظة، منذ 2015 لا يعلم مصيرهم حتى اللحظة، لا نعلم هل توفوا تحت التعذيب أم ما هو مصيرهم. يعني أنتم كاللجنة الوطنية، يعني هل أصدرتم بيان في هذا الجانب يوضح يعني طبيعة هذا الملف وما توصلت إليه الأمور مؤخرا؟ نحن وثقنا قضية المعتقلين اللي توفوا تحت التعذيب التي وصلتنا بياناتهم، واستمعنا إلى شهادات الشهود، منهم الشهيد محمد عبد الله أبو زيد من الحشابرة مديرية الزيدية، ومنهم الشهيد سليمان البرعي من أبناء برع والذي توفى في معتقلات سجون باجل التابعة للميليشيات الحوثي. هذه الحالتين نعم وثقناها وصدرت فيها عدة تقارير
وموثقة بالصور وشهادة الشهود من المعتقلين الذين كانوا برفقة الشهيد محمد عبد الله أبو زيد. نعم، بالنسبة للذين يعني توفوا تحت التعذيب داخل السجون، يعني هل لديكم معلومات دقيقة بخصوص يعني ما تعرضوا له أو ما تم داخل هذه السجون حتى يعني انتهى الأمر بوفاة العديد من الضحايا؟ هناك معلومات من المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم، وصلتنا معلومات وأخبار يقشعر لها البدن. أنواع التعذيب الممنهج الذي تمارسه ميليشيات الحوثي لم يمارس حتى في سجون إسرائيل، لم يمارس إلا في أبو غريب أو في جوانتنامو. نعم. ما يحصل في الحديدة من مآسي لا نستطيع الحصول إلا على القليل من الشهود من المعتقلين الذين يخرجون من داخل السجون. يا عزيزي، في الحديدة أكثر من 115 معتقل سري تابع لميليشيات الحوثي، لم نسمع يوم الأمم المتحدة ولا حتى حكومة الشرعية تتحدث عن هذه المعتقلات. ماذا أحدثك؟ هل أحدثك عن جوانتنامو قلعة الكورنيش، أم أحدثك عن منزل حسن برة داخل الضحي الذي تم نهبه وحول إلى سجن، أم مركز الخير في زبيد الذي حول إلى سجن، أم مؤسسة التقوى ودار القرآن في بيت الفقيه؟ نعم. أم مؤسسة الغيث في الزيدية والتي توفى فيها الشهيد محمد عبد الله أبو زيد، كذلك توفى الشهيد عادل عياش محبوب في مركز الخير في زبيد. هناك مئات المعتقلات التي استطعنا نرصدها ونصل إليها، بينما هناك الكثير من المعتقلات التي لا نعلم عنها حتى اللحظة. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي سيد غالب، وستنضم إلينا من عدن رئيس رابطة أمهات المختطفين سيدة أمة السلام الحاج. سيدة أمة السلام، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيدة أمة السلام، يعني نتحدث اليوم عن قضية المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي والذي تزايدت حالات الوفاة مؤخرا في هذه السجون، يعني كيف يمكن تفسير تزايد حالات القتل والتعذيب في سجون الميليشيا؟ خواتي مباركة عليكم وعلى الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المختطفين والمعتقلين وأن يجمعهم بأهلهم وذويهم القريب إن شاء الله. طبعا الأخبار تصلنا والتقارير تصلنا من داخل المناطق. خلال شهر رمضان يموت أو تحت التعذيب يقتل، أو نعرف أن هناك ثلاث حالات للموت تحت التعذيب، تكتشف الأسر أن أبناءها قتلوا تحت التعذيب. هذا نتيجة الصمت الرهيب والعجيب من قبل الجميع بالنسبة لهذه القضية الإنسانية المهمة في هذه في اليمن. لا شك أن الحوثي الآن وجماعة الحوثي المسلحة لا تعمل لهؤلاء الناس قيمة، لأنه ليس بعدهم من يتابعهم ولا بعدهم من يشد عليهم بالنسبة لهم. وتظل الأمهات وأسر المختطفين هم الذي في الواجهة، الذي يتابعوا ويلجأوا إلى رابطة أمهات المختطفين لمتابعة قضية المختطفين والمعتقلين. هذه النتيجة يتحملها المبعوث الأممي، وتتحملها الأمم المتحدة، وتتحملها الشرعية، ويتحملها جماعة الحوثي في المرتبة الأولى التي تستهين بهؤلاء البشر الذي تعذبهم إلى درجة الموت. يعني تخيلوا لما يعذب واحد إنسان إلى درجة أنه يقتله تحت يده من التعذيب. نعم، لكن سيدة أمة السلام، يعني كما أتت الأنباء مؤخراً أن هناك يعني ازدياد في حالات الوفاة في هذه السجون التابعة للميليشيا، يعني كرابطة مختصة في أوضاع المعتقلين والمخفيين في سجون الميليشيا، هل لديكم إحصائية عن ما يعني ما يحدث مؤخرا وعدد الحالات التي توفيت تحت التعذيب حتى الآن؟ يا أخي، هم يستطردوا بالناس الضعفاء، خاصة في منطقة حجة ومنطقة الحديدة في سجون سرية يتم تعذيبهم إلى درجة إلى حد الموت، لا يستطيع أن يتحمل
الإنسان هذا درجة التعذيب الذي يحصل له من صعق كهرباء وغيرها، فيفارق الحياة وبعدين ما يذكروا لأهلهم بعد المتابعة والبحث عن هذه الأبناء، فيقولوا لهم أنه قد يعني توفى وحالة من الحالات ظلوا أسرته يبحثوا عنه ولم يجدوه إلا بعد أن السيل جاء وكشف عن هذه الجثة. المأساة أنه رابطة أمهات المختطفين ليس بيدها شيء، إنما ترفع وتنادي وتناشد يا ناس أغيثونا، أغيثوا هؤلاء الناس، هؤلاء الناس يموتوا تحت التعذيب، يكفي من هذه الجماعة. نعم. انتهاك لحقوق الإنسان والظلم الذي تقوم به والتعسف الذي تقوم به تجاه المواطنين وتجاه الأبرياء من الناس. نعم، إذن ابقي معي سيد أمة السلام، وأعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية سيد غالب القديمي. سيد غالب، يعني أنت كناشط حقوقي، يعني هل لديك أرقام أو إحصائيات محددة بخصوص ضحايا الموت في سجون ميليشيا الحوثي؟ بالنسبة للحديدة، نعم، أنا مجالي وعملي في محافظة الحديدة. الحالات التي وصلتنا حتى اللحظة هي 5 حالات توفت تحت التعذيب. هناك ما زالت حالات مجهولة مثل الأخ أبكر برخلي الذي لا يعلم مصيره حتى اللحظة، ومنذ 2015 أيضا الشاب عمر قيم من أبناء مديرية باجل من شهر 3/2015 لا يعلم مصيره حتى اللحظة. لدينا بعض الشهادات أيضا عن إعدامات ميدانية داخل الأمن السياسي. نعم. وكذلك حصلت حالة إعدام داخل السجن المركزي في الحديدة. هناك شهادات كثيرة، هناك شباب إلى الآن مجهول مصيرهم حتى اللحظة، لكننا في ظل سيطرة جماعة الحوثي لم نستطع الحصول على المعلومة، لأنه القبضة الأمنية التي تمارسها جماعة الحوثي في الحديدة شديدة جدا. نعم. حتى أنه لا يوجد إنترنت في الحديدة، وسائل الاتصالات مراقبة جميعا، لا نستطيع التواصل مع الأشخاص الموجودين داخل محافظة الحديدة. نعم. بسبب القبضة الأمنية والجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي. لدينا هذه الآن 5 الحالات. طيب سيد غالب، 5 الحالات هذه التي ذكرتها، أحد شباب زبيد. نعم، 5 الحالات هذه التي ذكرتها، ما هي الفترة الزمنية التي توفيت فيها هذه الحالات؟ يعني منذ أن بدأت المعارك في الساحل الغربي والحديدة، أم أنها يعني تم تقييد هذه الحالات مؤخرا؟ أعيد يا أستاذ. يعني كنت قد تساءلت عن الفترة الزمنية التي سجلت فيها هذه الحالات 5 التي ذكرتها، يعني هل منذ أن بدأت المعارك في الساحل الغربي والحديدة تم تقييد هذه الحالات يعني بأنها توفيت في السجون، أم أنه مؤخرا يعني تبينت هذه الحالات 5 التي توفيت في السجون مؤخرا والتي ذكرتها؟ لا، جميعها توفت في السجون يا أخي الحبيب. لكن ما هي الفترة التي توفيت فيها؟ يعني منذ بداية الحرب في شهر، أنا أقصد الإخوة توفوا، الأخ عادل عياش محبوب اعتقل في 5/2017، توفى بعد اعتقاله بشهر واحد. لم تبلغ أسرته تماما طوال هذه الفترة، إلى قبل أسبوع بلغت أسرته بوفاته. حتى اليوم ترفض ميليشيات الحوثي تسليم جثمانه إلى أهله. الأخ محمد المسعودي جريمته هو أنه طلع إلى عدن ليزور ابنه في عدن، وعاد ثم اعتقل، وخلال شهر واحد في المعتقل عذب وشنق، وجاءوا بجثته إلى أمام منزله ورموا به أمام المنزل ثم غادروا. حالات مؤلمة جدا استطعنا الوصول إليها. أحد الشباب في حارة شمسان، الأخ وليد الشميري، في ليلة واحدة عذب في قسم الوادعي في مدينة العمال، عذب في ليلة واحدة حتى طلع الفجر وإذا به يفارق الحياة. حالات التي نصل إليها، معذرة أنا كنت قلت 5 حالات، هي 6 حالات التي تم الوصول إليها.
نعم، إذا ابقى معي سيد غالب وأعود لضيفتنا من عدن السيدة أمة السلام الحاج رئيس رابطة أمهات المختطفين. سيدة أمة السلام، بالنسبة للمحافظات التي تصدرت من حيث عدد ضحايا الموت والتعذيب، ما هي هذه المحافظات؟ أول محافظة هي محافظة الحديدة ثم حجة وبالتالي باقي المحافظات. طبعا في من 2019 الآن بداية 2019 19 حالة قتل تحت التعذيب، يعني هذه إحصائية غير هؤلاء الذي دلتين في شهر رمضان، يعني الآن زيادة في عدد الضحايا بهذا الأمر. يعني الوضع سيء، وخاصة في هذه المناطق، مناطق حجة ومناطق الحديدة، نظرا للحر الشديد والفقر الشديد أيضا بيتم الإهمال لهؤلاء الناس، إلى جانب الإهمال أيضا التعذيب الشديد فيفارقوا الحياة. يعني سجون سرية وقتل وتعذيب ومجاعة وغير، يعني تراكمت على هؤلاء المواطنين هذه المآسي كلها. فيحصل بعد ذلك أنه أيضا الآلة القمع الشديدة التي تستخدمها جماعة الحوثي وتركن على شباب معقدين، شباب لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالتالي يعذبوا هؤلاء الناس بطرق وحشية إلى درجة القتل. يعني ما يدري الإنسان كيف هذا الحقد والكره لليمني نفسه، يعني مش يخليه مفارق لك أو مخالف لك في حاجة معينة، لكن لهذه الدرجة من التعذيب، هذه شيء مؤلم جدا. أيضا مسألة الاعتقالات والتعسفية والاختطافات والإخفاء القسري ما زال مستمرا. في 2000 إلى 2019 الآن أكثر من 600 حالة اللي هي اعتقالات مستمرة، مع وجود المفاوضات التي كانت مسرحية المفاوضات وغيرها في السويد، ومع ذلك جماعة الحوثيين مطنشة للجميع ولا تأخذ بكلام أحد، وإنما تتصرف تصرفات رعنة وتصرفات طائشة أمام هؤلاء الناس ولا تعمل حساب لأحد. ولذلك كما ذكرت لكم من قبل، نحن نناشد الجميع أن يقفوا معنا صفا واحدا للضغط على هذه الجماعة، لأنه ما حد بيتكلم بصورة. طيب سيدة أمة السلام، أنتم يعني كما يعني كانت الأنباء تتحدث من قبل بأنكم تلقيتم وعود من المبعوث الأممي بأن يعني قضية المختطفين هي يعني واصلة لديهم، وأنهم يعني مهتمين في هذا الملف. إلى أين توصلتم أنتم كرابطة مع المبعوث الأممي حتى الآن؟ الوعود كثيرة والكلام كثير، وصراحة قضية المختطفين موجود من هي متوقفة، ولا لا يوجد حتى كان من قبل عاد في تبادل بين الناس بعضهم البعض، يعني القبائل تبادل مع الحوثيين، ولكن هذه الفترة مقفلة التبادل، ما حصل تبادل إلا مع لكن هل تلقيتم وعود أو تطمينات من المبعوث الأممي خلال الفترة السابقة؟ لم نتلقى أي تطمينات، ولم إنما هي كانت وعود أنهم سيخرجوا في تاريخ 20، وانتظرنا وذهبت الأمهات فرحات إلى كان مستعدة تذهبين إلى سيئون، وثم بعد ذلك فشلت المرحلة الأولى وفشلت المرحلة الثانية. اليوم يهددوا الناس الحوثيين، يهددوا أسر المختطفين أنه ما دام أسماء أبنائكم في كشوفات التفاوض وفي كشوفات الرابطة، ما عن خرجهم ولا عن فرج عنهم، وإنما سيظلوا محبوسين هكذا. كثير من الأسر تشتكي وتخاف أن تبلغ رابطة أمهات المختطفين من هذا التهديد الذي يحصل في تعز وفي صنعاء وفي عمران وفي غيرها من المحافظات. نعم. يهددوا الأسر والمختطفين أنهم ما دام اسمائهم في كشوفات التفاوض، إذا ما يخرجوش ولا سيخرجوهم، ويجلسوهم هكذا محبوسين إلى
الوقت الذي يريدوهم. هذه المعاناة التي نعانيها، ورفعنا هذا الكلام إلى المبعوث الأممي وكلمناهم وسمعونا، وكل يوم نرسل لهم رسالة، وفي لا نترك مناسبة ولا شاردة ولا واردة إلا ورسلنا للمبعوث ومكتب المبعوث، ونعمل إن شاء الله أن يكون هناك تجاوب. نعم، إذن تكرمي بالبقاء معي سيدة أمة السلام. مشاهدينا سنذهب الآن لنشاهد هذا الاستطلاع حول ازدياد حالات الوفاة في سجون ميليشيا الحوثي. عملنا استطلاع للشارع وسنشاهده سويا. بالنسبة لوضع المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي التي تزايدت أعدادهم خلال فترة الحرب، والتي تعددت وسائل التعذيب التي يتلقونها في مثل هذه المعتقلات، ما بين ضرب وكذا، يعني هناك تعذيب، ضرب أفضى إلى الموت، كذلك هناك سجون سرية يتلقون فيها المعتقلين أشد أنواع التعذيب، وإنساب لهم أيضا التهم في شتى المجالات. هناك تعتيم إعلامي وحقوقي كبير جدا حول ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في مجال التعذيب في سجون الحوثيين، حيث أفرجت عن كثير من الحالات وهي في حالة يرثى لها، ربما في شبه موت سريري نتيجة ما يلاقيه المعتقلين والمخفيين قسريا في سجون الميليشيات الانقلابية في صنعاء. وهذا يرجع إلى عدم وجود المنظمات الحقوقية التي تستطيع أن تدخل إلى هذه الأماكن وتكشف هذه الجرائم. الأمر الثاني أن هناك أيضا يعني عدم أو منع لدخول هذه المنظمات إلى داخل السجون وتفتيشها نتيجة لما يحدث من ارتكابات وانتهاكات داخل السجون لهذه الميليشيات. على المنظمات الدولية الحقوقية أن تبادر إلى زيارة هذه السجون وتكشف هذه الجرائم التي تحصل في كل يوم، والدليل ما نراه حينما يفرق عن البعض أو البعض يموت موتا سريريا وينتهي. ما يحصل في سجون جماعة الحوثي من تعذيب ممنهج وتعذيب مستمر يطال أبناءنا المختطفين ويودي بحياة أغلبهم في داخل السجون، نقول أن هذه هي جريمة تستمر فيها جماعة الحوثي بشكل وحشي ضد أبناءنا المختطفين. خلال شهر واحد نفقد 5 من المختطفين يفارقوا الحياة تحت التعذيب في السجون. لا يخفى عليكم أن حالة وفاة كل شخص داخل السجن تعمل على هدم معنويات الأمهات، فعندما تسمع الأم أن هناك حالة وفاة في السجن يزداد قلقها على فلذة كبدها ويزداد خوفها، بالذات الشباب الذين لا نعرف الذي لا تعلم أسرهم عنهم شيء. هناك شباب لا يزالون إلى الآن 4 سنوات مخفيين، لا تعلم عنهم أسرهم شيء، لا أماكن احتجازهم، ولا هل هم على قيد الحياة أم قد فات. إذن مشاهدينا، هذه كانت آراء الناس حول ازدياد حالات الوفاة في سجون ميليشيا الحوثي. وأعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية سيد غالب القديمي. سيد غالب، لو جئنا بالحديث عن الموقف الحكومي، كيف تقيم الموقف الحكومي حيال هذا الملف؟ للأسف أخي الحبيب، الموقف الحكومي سيء جدا حول المعتقلين وحول الوفاة تحت التعذيب. الموقف الحكومي حتى اللحظة لم يمتلك حتى قواعد بيانات كاملة للمعتقلين. الموقف الحكومي اهتم بجانب واحد من المعتقلين، هم المعتقلين السياسيين البارزين أو الناشطين، بينما يقبع أبناء الحديدة المئات منهم داخل المعتقلات، سواء في الحديدة في أكثر من 115 معتقل كما ذكرت سابقا. هناك أبناء من أبناء الحديدة من الناس البسطاء العاديين الذين يعملون في الزراعة أو في الأعمال الشعبية العادية، يقبعون في السجون منذ أشهر، لم تضم أسمائهم أيضا في كشوفات المعتقلين. أيضا لا نعول، نحن أبناء الحديدة والناشطين لا نعول على اتفاق ستوكهولم ولا نعول على الحكومة. نتمنى فقط أن يفرج الله على المعتقلين. حقيقة أصبحنا لا نعول لا على حكومة ولا على منظمات دولية.
ما زال أبناء الحديدة المئات بل الآلاف داخل السجون، وعلى رأسهم عميد الأسرى العميد خالد خليل رئيس عمليات المنطقة الخامسة، ما زال داخل المعتقل، لم يتحدث عنه لا وزير دفاع ولا حكومة، هذا رئيس عمليات منطقة عسكرية، لم نسمع يوم بحديث أو بيان يطالب بالإفراج عنه أو الإفراج عن باقي المعتقلين من أبناء الحديدة. ميليشيات الحوثي لا تعترف بأنظمة، لا تعترف بقوانين، لا تعترف بشيء. ميليشيات الحوثي أصدرت بيان وتعميم أنه قد تبادل الأسرى من كل المحافظات إلا محافظة الحديدة. ميليشيات الحوثي تنظر إلى أبناء محافظة الحديدة على أنهم من طبقة ثانية أو من الطبقة العاشرة، لذلك أغلب أبناء الحديدة اليوم يبحث عن وسيط ليخرج قريبه حتى لو يدفع مليون أو مليونين أو ثلاثة. إذا أفهم منك يعني بأن هناك عدم اهتمام وخذلان من قبل الحكومة لملف المختطفين وأبناء محافظة الحديدة على وجه التحديد كما فهمت منك، ولكن هل يتساوى موقف وزارة حقوق الإنسان بالموقف الحكومي بشكل عام؟ يا أخي إذا كانت وزارة حقوق الإنسان لم تصدر بيان إدانة على المعتقلين الذين توفوا في هذا الأسبوع، 2 من أبناء الحديدة و1 من أبناء حجة، 3 توفوا تحت التعذيب، لم نقرأ بيان لوزارة حقوق الإنسان، ما 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 ماذا نقول حولها؟ ليست وزارة، أصبحت عبارة عن مكتب يعمل من خارج اليمن. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد غالب، وسينضم إلينا الآن السيد أبو علي نجل أحد المتوفين تحت التعذيب في سجون الحوثيين. سيد أبو علي مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد أبو علي، يعني حدثنا كيف تم اعتقال أو اختطاف والدك رحمة الله عليه وما التهمة التي وجهوها إليه؟ تم اختطافه من إدارته، كان مدرس في مدرسة. نعم. تم اختطافه من المدرسة ثم اتجهوا به إلى أحد السجون في المديريات. نعم، يعني عندما تم اختطافه من المدرسة يعني لا يوجد أي مبرر للاختطاف، بمعنى أنهم اختطفوه بدون أن توجه إليه تهمة واضحة؟ ليس لهم أي مبرر. نعم، بعد كم هي الفترة التي من بعدها علمتم بوفاة الوالد رحمة الله عليه؟ يمكن بعد 11 شهر أو سنة، يعني هكذا هو تم أخذه، ثم بقى معهم سنتين حوالي شهرين ثم اختفى من بعدها إلى أن غلقت السنة ثم رجوع إلينا وهو جثة حامدة. نعم، يعني هل كان هناك تواصل أو لديكم معلومات حول وضع الوالد في فترة يعني هذه الأشهر التي قضاها في السجون؟ ولا أي تواصل، كان أحد المشرفين حقهم يجي ثنانا ويقول الوالد حقكم تعبان ويشيل مننا فلوس ثم يروح ويرجع بعد فترة نفس الكلام، ثم في الأخير نطلع أنه قالوا قد توفى جوبا إلينا جثة هامدة. نعم، طيب بالنسبة لملابسات الوفاة، يعني هل توفي بسبب المرض داخل هذه السجون أم أنه بفعل التعذيب يعني توفى الوالد؟ لا، هناك تعذيب، ثم كانت على جسده ما زالت آثار التعذيب من الكهرباء وبعض الضرب اللي موجود كان على جسده. نعم، هل بينوا لكم أو تم التواصل معكم من قبل الحوثيين بعد أو أثناء تسليم الجثة وتقديم يعني مبررات أو ما شابه، أم أنه فقط يعني تم إخراج الجثة عبر وسطاء؟ تم إخراج الجثة عبر وسطاء ولم يعودوا بأي مبرر ولا أي كلام، يعني ليس لهم أي وجه. نعم، إذن بالنسبة للمنظمات الحقوقية سيد أبو علي، كيف تنظر لموقف هذه المنظمات حيال قضايا المختطفين بشكل عام، والتي يعني والذي يعتبر والدك رحمة الله عليه أحد هؤلاء المختطفين والذي توفي في سجون الميليشيا؟
ليس هناك اي حقوق او اي منظمه لحد الان اظهرت لنا اي شيء. ليس لحد الان حقوقهم منتهكة وليس لهم اي مطالب لحد الان. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر السيد أبو علي نجل، أحد المتوفين تحت التعذيب في سجون الميليشيا. وأعود لضيفتنا من عدن السيدة أمة السلام الحاج، رئيس رابطة أمهات المختطفين. يعني سيدة أمة السلام، لو أتينا بالحديث عن الموقف الحكومي، كيف تجدون الموقف الحكومي حيال هذه القضية حتى الآن؟ كما ذكر لك ضيفك الكريم نفس القصة، اكتفت الحكومة بالذهاب إلى ستوكهولم ومتابعة هذه القضية وجيروها تجير سياسي وانتهوا من هذه القضية. طبعا الأمهات يذهبن إلى ونحن كرابطة نذهب إلى وزارة حقوق الإنسان ونبلغ ونعطيهم البيانات ونكلمهم أن هناك انتهاكات، رفعنا ملفات إلى القضاء، رفعنا إلى كل الأماكن هذه، إلى رئيس الجمهورية رسالة، إلى الجميع، ولكن ما أدري إيش القضية المسيطرة عليهم أكثر من هذه القضية، مع أنها قضية المختطفين قضية إنسانية، والقتل تحت التعذيب يعتبر من الجرائم اللي ضد الإنسانية. والحوثيين جماعة الحوثي عندما تشاهد أن الحكومة ليست مهتمة بهذا الملف بشكل كبير جدا فتزيد في عنفوانها وتزيد في انتهاكاتها لهؤلاء البسطاء. وكما ذكرت لكم الجرائم هذه ترقى إلى جرائم تحت جرائم ضد الإنسانية، والمفروض أن الحكومة ترفع هذا الملف وتستفيد من هذا الملف لرفعه إلى المنظمات العالمية وإلى الأمم المتحدة ليصنفوا هذه الجماعة أنها جماعة إرهابية تنتهك حقوق الإنسان. هي سيدة أمة السلام، يعني من خلال حضور الحكومة الشرعية في يعني المحافل الحقوقية، هي دائما تشير لقضية المعتقلين، ولكن ربما هذا الدور لا يفي بالغرض أو لا يقدم أي حلول لهذه القضية. أنتم يعني ما الذي التمستموه من موقف الحكومة؟ هو عدم الحيلة وعدم الاستطاعة على تقديم شيء، أم أنهم يعني متنصلين عن القيام بالواجب تماما؟ لا نتهم ونقول انهم متنصلين، وانما ما ادري كيف تصنفوها انتم اخبر كيف تصنفوها في هذه القصه وفي هذه بالنسبه لهذه القضيه. نحن كرابطه رفعنا الى الحكومه ورفعنا لهذه على اساس انها تقوم بمهامها وتقوم بدورها كحكومه وكدوله تتابع بعد هؤلاء المواطنين الذي تابعين لها في الإطار الكرابطة عملنا واجبنا، والمفروض أن الدولة والحكومة تقوم بواجبها الذي سيسأل عليه أمام الله أولا ثم أمام الشعب وأمام الناس. ونحن الآن بصدد رفعنا رسالة إلى مجلس النواب ورسالة إلى رئيس الجمهورية، ونرفع هذه الرسائل إن شاء الله خلال هذا الأسبوع ليتم أيضا تذكيرهم إذا كانوا ناسين بهذه القضية، وتستمر القضية حية أمام هؤلاء الناس المختطفين وهم رابطة وأمهات يتابعنهم ويتابعين قضيتهم مهما تناست أو انشغلت الدولة أو انشغلت الحكومة أو انشغلوا الناس عنها، لابد أن هناك من يقوم بهذا الدور، ونحن هذا دورنا، وسنظل نتابع ونناشد ونستمر في المناشدة والمتابعة ومتابعة قضية المختطفين والمعتقلين إلى أن يفرج الله عنهم جميعا. طيب هنا قبل أن أختم معك سيدة أمة السلام، سيدة أمة السلام، نعم قبل أن أختم معك سيدة أمة السلام، هنا تساؤل أخير فيما يتعلق بالمنظمات. هناك المنظمات المحلية، المنظمات المحلية يعني كما يقيمها البعض، هناك من يرى بأنها
تقوم بدور ناعم، هناك من يشكك ويعارض أو يضلل الرأي العام في مسألة قضية المعتقلين والمخفيين في سجون الميليشيا. يعني كيف تتابعون أداء المنظمات المحلية في هذا الجانب، وبالنسبة أيضا للمنظمات الدولية؟ يعني المنظمات الدولية معنية على الأقل حتى بمسألة زيارة هذه السجون ومعرفة ما يحدث، ونحن لم نجد أي زيارات لهذه المنظمات الدولية حتى الآن منذ بداية الحرب. لا شك أنه سيطرة الحوثي، جماعة الحوثي، السيطرة الشديدة على الراصدين وعلى من يقوم بمتابعة القضايا هذه واعتقالهم وتهديدهم وقتلهم أيضا، لها دور كبير في إحجام كثير من المنظمات أن ترفع مثل هذه التقارير أو يكون لديها معلومات سليمة وصحيحة، لأنه لا يوجد لديها راصدين. وأنتم تعلموا أن كثير من المنظمات الحقوقية سواء دولية أو داخلية تعتمد على المعلومة وعلى الرصد وعلى المتابعة السليمة، ولذلك الحوثيين يضيقوا على الناس بشكل كبير جدا، إلى درجة أنه تقريبا ما لا يوجد داخل المحافظات التي تحت سيطرة جماعة الحوثي أي منظمات حقوقية مناهضة للجماعة، ولذلك كيف سيتم رفع هذه التقارير؟ المنظمات الدولية لا توجد إلا الصليب الأحمر الآن والمفوضية بعض العاملين فيها. الصليب الأحمر دائما ونحن كرابطة وأمهات وأسر وأهالي دائما ونحن في بابهم ونوثق عندهم ونرفع لهم، ولا يزوروا إلا السجون التي هي رسمية، أما السجون التي سرية والسجون التي استهدفتها جماعة الحوثي لا يدخلون لها، لأنهم طبعا نفس القصة، خائفين على أفرادهم وأعضائهم، ولذلك نحن نبلغ ونعمل جهدنا هكذا، وفي الأخير نرفع التقارير إلى المنظمات الدولية العالمية، بحيث أن هذا جهدنا. فأحيانا كثير من الأحيان لا يصدقون، وإنما نعطيهم أسماء وأرقام الناس المتضررين فيتواصلوا. نعم سيدة أمت السلام، العدد الأكبر في المعتقلين في السجون السرية أم في السجون الرسمية والمعروفة؟ نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيدة أمت السلام. نشكرها جزيل الشكر السيدة أمت السلام الحاج، رئيس رابطة أمهات المختطفين، كانت معنا من عدن. وأعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية سيد غالب القديمي. يعني كيف تقيم أو تنظر إلى دور المنظمات الدولية حيال قضية المخفيين قسرا في سجون الميليشيا والمعتقلين أيضا؟ ربما يعني منذ بداية الحرب لم نجد منظمات دولية تزور السجون وأيضا حتى توضح للناس ما يحدث داخل هذه السجون. يعني بقدر هذا يعني أو كبر حجم القضية وأيضا نشاط الرابطة والتواصلات الكثيرة مع هذه المنظمات، إلا أننا لم نجد شيء حتى الآن. للأسف أخي الحبيب، المنظمات الدولية إذا نزلت لتزور السجون هي تزور السجون الرسمية فقط، تزور السجن المركزي في الحديدة مثلا. أنا أتحدى المنظمات الدولية عندما تدخل السجن المركزي أن تزور قسم سجن حنيش داخل السجن المركزي. هذا القسم لا يسمح لأي منظمة الاقتراب منه، هو قسم مخصص للمعتقلين السياسيين داخل السجن المركزي، لا يسمح أبدا لأي شخص الاقتراب من هذا السجن. حتى المنظمات الدولية تزور السجن قسم الجنائيين والمحكومين، أما قسم السياسيين لا تزور. أنا مستعد أعطي المفوضية السامية، منظمة العدل الدولية، مستعد أعطيهم قاعدة بيانات بالسجون الموجودة في الحديدة، هل يستطيعون زيارتها؟ هل يستطيعوا زيارة مركز الخير في زبيد سيء الصيت؟ هل يستطيعوا زيارة مؤسسة التقوى ودار القرآن الكريم في بيت الفقيه؟ هل يستطيعون زيارة مؤسسة الغيث في الزيدية ومؤسسة الفرقان في الضحي؟ هل يستطيعوا زيارة منزل حسن برة في الضحي أو معسكر اللواء العاشر في باجل؟ لا يستطيعوا الزيارة، وإنما يرتكزوا ويعتمدوا في زياراتهم على السجون الرسمية فقط. نعم،
لكن سيد غالب بالمعظم السجناء والمخفيين قسرا، هل يحتجزون في هذه السجون الرسمية أم أنهم يعني بالمعظم محجوزين في سجون خاصة؟ لا يوجد في السجون الرسمية معتقلين، ما عدا مجموعة كانت في سجن حنيش ثم نقلت إلى صنعاء. حقيقة لا يوجد الآن معتقلين إلا في سجون سرية. مبنى الأمن السياسي كان به معتقل ثم ضرب بالطيران فنقل إلى سجن سري تحت مسمى مدارس سعيد درهم خلف سجن الأمن السياسي. لا يوجد في الحديدة سجون رسمية، أغلب المعتقلين موجودين في سجون سرية متواجدة ومتواصلة من الزيدية إلى الضحي إلى باجل إلى بيت الفقيه إلى زبيد وداخل الحديدة. أما السجون الرسمية هو سجن واحد موجود داخل، يعني أفهم منك سيد غالب بحسب معلوماتك بأن هناك سجن في جزيرة حنيش؟ نعم، يعني كما فهمت منك بأن هناك سجن في حنيش، أنت تقصد جزيرة حنيش هنا؟ هو سجن ليس لا 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 ليست جزيرة حنيش. نعم. هو مبنى داخل السجن المركزي يسمى سجن حنيش، هو كان مخصص للأفارقة للاجئين الصوماليين والإرتريين والإثيوبيين يوضع فيه. عندما جاءت ميليشيات الحوثي حولت هذا السجن للمعتقلين السياسيين وفردته عن باقي السجن تماما. نعم، هو جميل أنك وضحت، لأنه يعني استغربنا حتى المنتج في مسألة حنيش، لأنه حتى الجزر كما يعلم الجميع بأنها تحت سيطرة التحالف، فمن الغرابة كان أن ما زال في الجزيرة سجن، ولكن قد أوضحت الأمر هنا. وبالتالي دعنا نتحدث عن التحديات التي تواجهكم أنتم كراصدين في متابعة أحوال المخفيين والمختطفين في سجون الميليشيا. أخي الحبيب، نحن عانينا وما زلنا نعاني، يعني جميع الراصدين. أنا اعتقل أخي وجلس عام كامل داخل سجون القلعة وسجن حنيش بسبب مواقفي. أحد أقربائي خرج وهو بعد اعتقال من لثلاث سنوات خرج مصاب بحالة نفسية، ما زال عديلي يقبع في سجن الأمن السياسي من 1/1/2016. شردنا من منازلنا، اقتحمت بيوتنا، طوردنا تماما جميع الراصدين والناشطين. الإعلاميين داخل الحديدة حتى اللحظة ما زال الأخ بلال العريفي ومجموعة معه من الناشطين الإعلاميين يقبعون في سجون ميليشيات الحوثي. جميع الناشطين والراصدين في الحديدة الإعلاميين سواء أو حقوقيين أصبحوا مطاردين مهجرين من بيوتهم بسبب موقفهم من جماعة الحوثي. طيب سيد غالب، هنا تساؤل أخير أو يعني رسالة تود قولها. هناك منظمات يعني منظمات إنسانية يمنية تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، و يعني ما الذي تمليه عليهم المسؤولية الإنسانية وأيضا القانونية تجاه ما يجري من انتهاكات في هذه المناطق؟ أخي الحبيب، لا يوجد منظمات محايدة تحت سلطة الحوثيين ما عدا رابطة أمهات المختطفين. حقيقة هناك منظمات لا تعمل بحياد. مفوضية السامية لحقوق الإنسان تعرف المعتقلين ولديها كشوفات، لكنها لا تستطيع أن تصدر حتى بيان واحد. بينما المنظمات المحلية أغلبها إما أنها تلتزم الصمت أو أنها تنحاز إلى جماعة الحوثي. لم نسمع يوم لمنظمة موجودة تحت سلطة الحوثي تدين أو تصدر بيان حول الاعتقالات أو التعذيب داخل سجون جماعة الحوثي بتاتا، بينما باقي المنظمات التي كانت تعمل قد غادرت تماما، وإما طورد أصحابها وإما أغلقت مكاتبها تماما. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر السيد غالب القديمي، ناشط حقوقي وراصد في
في اللجنة الوطنية لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. أشكرك جزيل الشكر. ومشاهدينا ننوه بأنه قد رحبنا بضيفنا في بداية الحلقة السيد توفيق الحميدي، كان سينضم إلينا من فيينا رئيس منظمة سام، ولكنه تعثر الاتصال بالسيد توفيق. وإلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة. أشكر أيضا بقية ضيوفي في الحلقة، السيدة أمة السلام الحاج رئيس رابطة أمهات المختطفين كانت معنا من عدن، وأشكر أيضا أحد أبناء من توفوا في سجون الميليشيا السيد أبو علي كان معنا في هذه الحلقة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وفي الختام نترككم في رعاية الله.